أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، نعم، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان وأركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حضرة أصحابه فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قالوا: هذه أركان الإيمان.